أوقات كتير ممكن يخرج من رحم المعاناة فن، وممكن تكون المعاناة هي المحرك للوصول للحلم. أهلا بيكم إلى حلقة جديدة من نبض الشارع. العجز عمره ما كان عجز جسد أو عقل. العجز الحقيقي بيكون عجز الإرادة، وده اللي أثبتته نماذج كتير في المحروسة، بتحويل معاناتهم وظروفهم الصعبة إلى مثال للقدرة الكاملة على الوصول للحلم. ما بين الرسم والموسيقى والمسرح والسيرك اكتشفت إرادة قدر أصحابها على فتح أبواب الحياة من جديد بعد ما اتقفلت لفترة طويلة. النور والأمل اسم كافي ودال على اللي بتقوم بيه مجموعة من عازفات الأوركسترا اللي فقدوا بصرهم. 38 فتاة وسيدة تتراوح أعمارهم ما بين 20 ل40 سنة. العدد ده بترعاه جمعية النور والأمل اللي تم تأسيسها عام 1954. الحاجة شريفة أكبر أعضاء الفرقة سنن، عندها 54 سنة. فقدت بصرها لكنها لم تفقد القدرة على الإبداع. رحلة بحثها عن طاقة النور اللي جواها ما استمرتش كتير بعد ما أخدت مكان في الصف الأول وسط أصدقائها من العازفات. حاجة شريفة عازفة فيولا. أيوة. قولي لي أنت موجودة في الجمعية من إمتى؟ من سنة 69، هنا كنت في أولى ابتدائي. يعني متربية داخل الجمعية؟ متربية داخل الجمعية، حتى وأنا بدرس في المعهد العالي للكونسيرفاتوار بعد ما خلصت ثانوية عامة، كنت برضو مقيمة هنا وبشتغل هنا وماسكة المكتبة من وانا طالبة في المعهد. امتى دخلتي الاوركسترا؟ دخلت الاوركسترا اثناء دراستي في الكونسيرفاتوار، كان سني حوالي 18 سنة. كانت دي اول آلة عزفت عليها؟ لا، كنت بعزف على كمانجا، وبعدين غيرت بقى فيولا، وانا بعزف بيانو اورج برضه، لان انا مدرسه موسيقى برضه في نفس الوقت في المدرسه. بتحسي بايه لما بتعزفي على الاله دي؟ بحس ان انا بلاقي نفسي، رغم ان هي الاله دي قللت الحظ معايا شويه عشان انا ماسكه المكتبه بتاعتي. ليه قللت الحظ؟ قللت الحظ ايه بقى؟ ما بلقالهاش وقت. المكتبه دي بقى طبعا ايه وظيفتها ايه؟ ان بتيجي النوته مكتوبه بالمبصر طبعا بالخط العادي، طبعا انا مش هعرف اقراها. لازم حد يجي يملهولي، فيجي حد يملهولي. وانت بتحوليه من مبصر لبرايل للأوركسترا كله، يعني للمعهد كله. انت من العضوات القديمة داخل الفرقة. عزفتوا فين؟ روحتوا فين؟ يعني ايه الأماكن اللي انتوا عزفتوا فيها؟ أماكن كتير. روحنا النمسا 3 مرات، وروحنا اليابان، وروحنا تايلاند، ورحنا الكويت، ورحنا قطر 2 مرات، ورحنا رحنا اليونان، ورحنا المغرب. كل الرحلات دي وكل البلدان اللي انت لفتيها دي حسيتي بتجاوب الجمهور اللي كان؟ طبعا دي احلى واجمل حاجة. يعني كنا مهما نتعب ومهما نحس ان احنا مش قادرين، تشجيعهم وتسقفهم واستقبالهم لينا بنسينا اي تعب او اي معاناه الواحد بيحس بيها. وانت بتعزفي في كل الحفلات اللي انت لفتي فيها دي البلدان الكتير، كنت بتحسي بخوف اوقات وانت بتعزفي؟ كنت بخاف من الاجزاء الصعبه، بس تشجيع الجمهور بيخلي الواحد ينسى بقى اي تعب او اي خوف او اي كده. وقت التدريب والبروفه تقريبا بيبقى قد ايه؟ بيبقى يعني 2 ساعة. بعد البروفة اللي حابب ان هو مثلا بيبقى في ناس عندها سيكشن تدريب يعني مع المتخصصين في الالات بتحضر، مثلا ناس ما عندهاش سيكشن اللي عاوز يذاكر يذاكر. ايه اللي بتحلمي بيه؟ بصراحة اخبيش عليك، انا بحلم ان انا احج. ربنا يديك طول العمر. طب ما تسمعيني حاجة كده من عزفك الجميل. 1 2 3. كانش صعب ان انت تتعلمي على الآلة؟ اخدتي وقت لحد ما اتعلمتيها الفيولا؟ لا ما خدتش وقت، لا وما خدتش وقت قد ما خدت مجهود. حسيتي ان في نظرة داخل المجتمع ان الكفيف
ما يقدرش يصل لكل شيء او يعني كل شيء. يعني ناس كتير يعني حاسه ان الكفيف ده اخره يقرا على التراب. المجتمع لسه ما استوعبش انه الكفيف يقدر يعمل اي حاجه. انت حاسه ان انت كسرت القاعده دي انت وزمايلك؟ اه بنحاول نكسرها. لكن فقدان البصر ما يمنعش الموهبه ولا يمنع؟ لا ابدا، اللي فيه عقل وراس يعمل عمايل الناس. النهارده ميعاد البروفه للفرقه، ودي بيحددها المايسترو دكتور علي عثمان القائد للفرقه من سنه 2000. البروفه بتستمر 3 ساعات وبعدها بينصرف الجميع محتفظ باللحن داخل ذاكرته. امتى فكرت في انشاء اوركسترا باسم النور والامل؟ يعني اكتر من 50 سنه. صاحبه الفكره نفسها دكتور سمح الخولي كانت رئيس الاكاديميه السابقين الله يرحمه، هي اللي عملت اسس المعهد نفسه. كام عضو داخل الفرقه؟ هو ده تقريبا 49 48 حاجه كده. دي كانت يعني عددهم الاول ولا بداوا في كذا؟ بدوا من 12 تقريبا الاول، 8 12 لحد ما وصل العدد. ازاي بيتم اختيار العضو داخل الفريق؟ بنفس الطريقه الاكاديميه بتاعه الكونسرفاتوار، يعني بنجيب البيتوي عندها 7 سنين بنشوف القدرات الطبيعيه بتاعتها عندها ولا لا، تسمع كويس، عندها ايقاع كويس، صوتها سليم، دي الثلاث حاجات الاساسيه. بعد كده بنختار الاله اللي تتناسب مع جسمها، نفخ او وتريات حسب الشكل حسب جسمها يعني. طيب المقطوعات اللي بتعزفوها بقى يعني بيتم اختيارها ازاي وبيتم اختيارها على اي اساس؟ المقطوعات بنختارها على اساس مستوى الاوركسترا بيقدر يلعبوا يعني. ما ينفعش اختار حاجه مثلا اكبر من اصغر بنت عندي مستوى دي، فبالتالي كله لازم يقدر يعزف المقطوعه اللي بيلعبها. التعامل بينك وبين الاعضاء داخل الفرقه ازاي وطريقه العزف نفسها؟ يعني هل بتبقى في بعض الاوقات سماعي ولا كلها بالنوتة الموسيقيه؟ لا هم بيقروا برايل، احنا بنجيب النوتة المبصر دي بنحولها لبرايل، هم بياخدوها بيحفظوها صم غالبا كلها. فدي الحاجه اللي يعني الميزه اللي هي موجوده في الاوركسترا ده، ما حدش يقدر يعملها غيرهم يعني. عشان كده التقدير بتاعهم بيبقى اعلى بره بيقدروا ده، لان الموضوع صعب جدا ان هم يعملوا كله ده في الذاكره. كل مكان كنتوا بتروحوه او بتدخلوه كنت بتحس ان انتوا وصلتوا للهدف بتاعكم او لمبتغاكم؟ بره بنسافر بنحس ده، البنات بيحسوا انه فعلا هم عملوا حاجه لها قيمه وبيقدروهم صح يعني. الحاجه دي اللي فعلا مفيش سفريه مفيش ما كانش فيها نجاح يعني. الناس بيقفوا لهم، بيوقفوا ناس بتوقف تقفلهم. تعمل في عمان في مسرح كلاسيك لما الجمهور يقف ده تقدير، اعلى تقدير للعازف والاوركسترا. لازم العازف يكون من صغره داخل الجمعيه، متربي داخل الجمعيه ولا ده مش شرط؟ لا لازم يكون في الجمعيه. ليه؟ لان المدرسه بيبقى في المدرسه وفي نفس الوقت في المعهد. الصبح يروح مدرسه بعد الساعه 3 بالظهر بيجي المعهد. دورك مايسترو مع الفرقه بيختلف عن الدور العادي للمايسترو في اي طبعًا فرقه ثانيه؟ طبعا كتير. ازاي بقى حضرتك؟ انا في ما بقودش، هو المايسترو بيقود. تعامل حضرتك بيبقى عباره عن ايه مع الفرقه؟ في البروفات؟ صوت يعني بنتكلم ونفهم شغلنا وبعدين بديهم الاشاره بالعزاد عشان يشتغلوا. في حاجه بخبط بوقفهم تاني يقفوا وبعدين نتكلم نصحح وبعدين نكمل. عدد الفرقه ممكن يقف لحد كده ولا في قابليه؟ المفروض يوصل لا لغايه 60، المفروض يوصل ل 60. وانتوا اوركسترا كده سيمفوني كده يبقى اوركسترا كلاسيكي. ايه طموحك مع الفرقه يعني؟ انه يوصل للعدد ده بلمس المستوى ده وبالعدد ده نفسه 60 واحد. الموهبة عمرها ما ارتبطت بسن ولا نوع تعليم ولا فقر ولا غنى. وده اللي بيأكده عم محمد بائع المناديل بدرجة مايسترو. لو انت راكب ترام المطرية او جسر السويس او الحلمية
أكيد شفت عم محمد قاعد على رصيف الترام بصحبة الآلة بتاعته وكياس المناديل. عم محمد عنده 59 سنة بيعزف على الرصيف من سنين، والفترة دي كون جمهور وسميعة حبة فنه، لكن نظرات التعجب والاندهاش لسه في عيون السميعة الجداد اللي بيمروا عليه وبيسمعوه لأول مرة. قصتك امتى بدات مع العزف؟ انا بدات مع العزف من الصبا، يعني كان عندي حوالي 15 سنه وكنت مسقط عسكري، فما كملتش، يعني التحقت بالمسقط العسكري بس ما كملتش، وابتديت اشتغل ملكي، عملت بقى فرقه واشتغلت في الافراح وسافرت دول وعملت منها فلوس كويسه، بس ما حافظتش على حاجه. وفي شبابي بقى، يعني الاله دي انا بزمر عليها بقى لي 45 سنه، فبعتبرها عيل من عيالي. انت قلت لي ان انت كان عندك فرقه، يعني لما طلعت من الموسيقى العسكريه وطلعت المدنيه كان عندك فرقه، ايه اللي حصل يعني، راحت فين وايه اللي وصل؟ عملت افراح واشتغلت في فنادق، والفرقه كبرت بقى، برضو اللي اعتزل المهنه واللي طلع معاش واللي ربنا توفاه، لان انا سبب يعني الوضع اللي انا فيه، ابني توفاه ربنا، البقاء لله ربنا يا رب لا يكتبها لا على عدو ولا على حبيب. كان شاب يعني لو عاش يبقى عنده حوالي 32 سنه، اسمه هيثم، فده اللي عجزني. طلقت المزيكا وقعدت سنين سايب الاله وما بشتغلش، فاولاد الحلال وحبايبي بقى نصحوني، يعني قالوا لي ما ينفعش اللي انت فيه ده، ارجع لمهنتك، الدنيا لسه بخير ولسه الدنيا حلوه يعني، فدي مش نهايه العالم. طب المهنه ايه عندك، دي ولا كيس المناديل؟ لا لا، المهنه انا موسيقي حضرتك، انا موسيقي، لكن المناديل دي انا بحطها كده بس ايه شكل قدام الزبون، لان معنى مثلا قاعد ما يعني قاعد ما حطيتش بزمر الزبون بيراضيني، فبدل ما يحسس انها صدقه بديله كيس مناديل لكني بعتله. قصة ارتباطك بقى بينك وبين الناس اللي بيسمعوك، انت بتقعد فين، وهل بقى ليك سميعة زي ما بيقول؟ لا الحمد لله، انا في الحلمية، وانا اساسا حضرتك من المطرية، فكنت بدايتي كنت بعت في الحلمية عن شركة الكهرباء كده، محبيني بقى وحبايبي ولاد بلدي والسواقين والشعب والدنيا كده يعني. بعد كده ابتديت اتنقل بقى، بدات اقعد في جسر السويس او في المحكمه. الناس عرفتك خلاص؟ الدنيا هنا الحمد لله الدايره كلها عارفاني بخير يعني. حد بيقف يسمعك يعني، حد مخصوص بيقف، ناس كتير بتقف تسمعك؟ في بعض ناس ممكن تقعد وتقعد يعني في ناس بعض الاحيان بتبقى جايه تستنى الترام زي كده، يسيب ترام واثنين وثلاثه عدوا عشان عايز يسمع. بتقعد قد ايه؟ بتقعد كام ساعه تقريبا؟ بقعد من بعد العصر في الترام، بالنسبه للصيف يعني من الحصه اللي احنا قاعدين فيها 12 واحده بالليل. في بعض الاحيان في ناس بتطلبني ان اقعد، يعني في ناس ممكن انا قاعد كده يجيني اوردر بتاع مع ناس عندها شغل ياخدوني بقى، خلاص يبقى انتهيت من الرصيف وبقيت شغال في مجال تاني. بتروح ايه يعني، حفلات قهاوي او مثلا بحري محبعي؟ انا بعزف سولو في قهاوي، يعني في واحد مثلا فاتح كافي شوب وفاتح، فاهمني، او عامل عنده افتتاح في المحل بيفتتحه وبيعمل عايز يعمل اي منظر قدام المحل بتاعه، فجايب سماعات وجايب حاجات كده، بروح انا ازمر له سولو واشغل له. الآلة دي فتحت باب رزق كافي بالنسبة لك؟ والله يعني حسب ما ربنا بيرضيني بيه وخلاص، مش مقيد معاها بفلوس، لأن زي ما قلت لحضرتك أنا بعزف للمزيكا ليا أنا. العزف الجديد اللي أنت بتعزفه أو اللي أنت بتدخله على العزف ده سماعي، أنت بتسمعه ممكن أسمع حاجة هو أترجمها أشوفها بتتكلم من أي سكة من أي مقام، بمجرد ما واحد بيقول لي أنا عايز أسمع الأغنية الفلانية خلاص أنا ترجمت الأغنية دي بتتكلم من أي سكة، يعني واحد بيقول لي مثلا أنت والنبي بيقول لي حاجة لعبد الحليم سواح مثلا يعني، فأنا بروح أعمل سواح بتتكلم من حاجة اسمها الكرد، الكرد ده مقام معين من على سلم معين، اروح اعمله ازاي، انا هعمله بلوك، مش محتاجه بقى ان انا اقسم. علمتك حاجه الاله دي يا عم محمد؟ اكيد طبعا زرعت جوايا احاسيس حلوه من ناحيه الناس، يعني انا مهمتها اسعد الناس،
وخلت البنات مبسوطة وبتضحك وفرحانة وبيرقصوا كده. ردود فعل الناس مهمة معاك؟ اه طبعا اكيد طبعا. المستمع لما يكون مبسوط انا ببقى مبسوط. العزف اللي انت بتعزفه لنفسك ده بيحسسك بايه من جوه؟ يعني لو في جواك حاجة بتروح؟ اه اكيد انا يعني في بعض الاحيان انا بقول لحضرتك انا في البيت ممكن امسك الآلة احكي لها احزاني، في مشكلة عندي ما بتحلهاش غير المزيكا، بقعد ازمر عليها كاني بحكي لها وهي تعيط معايا، يعني زعلانة على الزعل، يعني زي القطعة اللي احنا قلناها بتاعت ايازون بتاعت نجاد دي اللي هي بتقول ايه مثلا يعني حملت زور الي كيف ارد وصبايا مرسوم على شفتي فساتين التي أهملتها فرحت بها رقصت على كتفي على قدمي على قدمي. هنا في بوكا بقى هنا الحلقة. انت اوقات بتغني يعني انت اوقات بتسيب ال الآلة وتغني مع نفسك؟ في اغنية بقى فيها عربة او فيها حتة مزيكا انا عايز اجيبها، فعشان اجيبها لازم ادندنها اقولها بصوت واروح مترجمها على العدة. انت بتحلم بايه؟ بحلم بحاجات حلوة كتير. زي ايه؟ عايز اشوف عيالي كويسين وخلاص، يعني قبل ما اموت وربنا يختم معايا، عايز ربنا يختم معايا كتير، حجة واشوف عيالي كويسين وخلاص. في محافظة كفر الشيخ وفي قرية شيباس ضرب رضا مثال للإرادة والتحدي وصل صيته لبر المحروسة. رضا عنده 34 سنة، متزوج وعنده طفلين أحمد ورقية. هواية الرسم بدأت عنده من الصغر، إحساسه بأنه فقد إيديه الاتنين ما كانش عائق في الوصول للحلم. كان يتحسى ولا إزاي فقد إيديه؟ لا انا الحمد لله مولود كده، ودي نعمه طبعا من عند ربنا. يمكن لو كانت حادثه يمكن كانت الظروف تبقى اصعب من كده، فانا طلعت يعني ايه واخد عليها، تعايشت معاها بما اني بعمل كل حاجه من صغري، فخلاص بقى بالنسبه لي ما بقتش حاسس باي حاجه. يعني امتى بدات تكتشف نفسك في موهبه الرسم؟ والله انا يعني هو كان معايا مراحل في موضوع الرسم ده، يعني في الابتدائي كنت انا وزميلي عاطف كنا بنقعد نتنافس مع بعض مين يكتب احسن مين يرسم احسن، وكنا بنخلي الاساتذه تحكم ما بيننا. في الاعدادي مسابقات الشباب والرياضه بدات اشترك فيها، وبعد كده بدات بقى في المرحله الثانوي برضو اتابع نفس المسابقات لحد ما في 1999 كان في مسابقه على مستوى الجمهورية، فكنت أنا من ضمن بمثل محافظة كفر الشيخ، وكانت بتحكم فيها دكتورة منى بن نصر والأستاذ مصطفى حسين. دي أول صورة أنا بص عليها من رسمك، دي خلاص انتهت يا صورة؟ دي انتهت. دي تعتبر آخر حاجة عملتها، اشتغلتها بألوان الأكريليك مع ورق الذهب. بتاخد قد إيه بقى تقريبا وقت؟ وعلى حسب الشغل، يعني هي دي الالوان ما بتاخدش وقت كتير زي شغل الابيض والاسود، لكن ده تقريبا دي ممكن تاخد 12 ساعه بس مش متواصلين. يعني انت بترسم بالوان مختلفه ولا نوع واحد؟ لا انا جربت كل حاجه، يعني جربت الاكريليك الوان الزيت الابيض والاسود التحبير، جربت حتى الوان التمبرا والانكوستيك اللي هي كان بيرسم بها المصريين القدماء، جربتها بما ان انا بحضر دكتوراه كمان دلوقتي. انا كنت عايز اسال حضرتك كل ده عن هوايه ولا درست انت الحاجات دي كلها؟ لا انا درست في تربيه جامعه الازهر، كان تقدير امتياز مع مرتبه الشرف واول الدفعه في الاربع سنين ما شاء الله الحمد لله، وتعينت في الجامعه بعد ثوره يناير.
ودلوقتي أنا مدرس مساعد في كلية التربية جامعة الأزهر، وبحضر دكتوراه في تربية فنية جامعة حلوان. أنت الفكرة بتعبر عنك؟ يعني أوقات بترسم أفكار بتعبر عنك أنت؟ أكيد، ما هو اللوحة بتطلع من موقف، بس دي الموقف بتاعها هي، يعني مش بتمثلني أنا لوحدي، أنا بمثل إن ده الشعب المصري اللي بيحتمي بالجيش بتاعه. إيه الصور اللي أنت رسمتها وكانت بتعبر عنك قوي وكانت ناتجة عن مواقف؟ فيه اللوحة تشوفوها كانت عن ثورة يناير، وده عملتها وقت الثورة. في كذا عمل، في عمل عن محمد الدرة، يعني في اكتر من حاجه. يعني طبيعي ان اعمال الفنان بتبقى يعني بتبقى عزيز عليه، لان هي بتمثل وجدانه في فتره معينه. طب انت في دماغك حاجه دلوقتي تقدر ترسمها لنا؟ انا ممكن اخطط حاجه سريع كده. جاء عليك وقت قلت خلاص هقف وهبطل، او مش هكمل، يعني مش هكمل الطريق؟ لا، أنا لسه في البداية أصلا. أنا يمكن الحمد لله عندي ميزة، إن يعني عندي يعني ظروف خاصة يعني تفضلنا على كتير من الناس. بس دلوقتي أنا اكتشفت إن في فنانين كتير جدا زي حالته وأكتر، بيرسموا ببقهم، بيرسموا برجليهم، وبالذات أوروبا كمان، ولهم جمعيات متخصصة. ياريت إحنا نعمل في مصر كده. هل في تشجيع بالنسبة للفن اللي بيخرج من الناس ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي عندهم ظروف سواء كانت حركية أو عقلية؟ هو التشجيع أو الاهتمام هنا في مصر محدود جدا، يعني لأن ما فيش خطة إزاي ندمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. طلبت إن أي فنان تشكيلي يعمل معرض يضم معرضه واحد من ذوي القدرات الخاصة يعرض معاه، فبالتالي الفنانين والناس كلها تتعرف على الفنان ده، لأنه بوجوده جنب الفنان التاني ده يتعرف. الإعاقات الحركية أنا واحد منها، عندهم قدرات يمكن تفوق فنانين كتير من الأسوياء. طيب ايه المسابقات اللي انت اشتركت فيها واخدت فيها جوائز او مراكز اولى في الرياضه؟ اخدت اول جمهوريه في الرسم الابداعي اللي كانت بتحكمها الدكتوره منى ابو النص والاستاذ مصطفى حسين. اتكرمت من جامعه الدول العربيه واخدت ميداليه بيت العرب. اخدت شهاده تميز من اليونيسيف، واخدت اول الوطن العربي 2008 في مهرجان الشباب العربي ال11. شاركت بجاليريه بتجوب بدول العالم، دي مقتنيات في اليونسكو، ودي 4 متر في متر ونص. واخدت تاني جمهوريه في الشباب والرياضه مرتين. اوقات ما فيش حد بيساعدك في الرسمه رضا، ولا كل الرسم اللوحه من البدايه للنهايه انت اللي بتقوم بيها؟ لا، أنا بحب أعمل حاجة بنفسي يعني. بعدين يمكن لو حد ساعدني فيها ما بقاش مستريح نفسيا. إيه نوع الفن اللي أنت نفسك تتخصص فيه أو تبقى محترف فيه؟ أنا بحب أوي الأبيض والأسود، التحبير، بس هو مشكلته إن هو بياخد وقت كتير. يعني ممكن اللوحة 50 في 70 لكن تاخد 3 أسابيع، يعني بعكس مثلا الألوان ما بتاخدش وقت كتير. يعني اللي بيحلم بيه رضا؟ الحلم العام إن مصر تكون أمن وسلام. رقم 2 إن شاء الله يكون فيه الفترة الجاية اهتمام أكتر بذوي القدرات الخاصة، إدماجهم أكتر، وبالذات المتفوقين منهم رياضيا أو فنيا، إدماجهم أكتر في المجتمع، مش بالكلام، مش عشان اخد صورتين معاهم وبس. وان شاء الله انا هحاول يعني الفتره الجايه اسس جمعيه تكون مخصصه للفنانين التشكيليين ذوي القدرات الخاصه. المشوار اللي انت قطعته لحد دلوقتي حسيت ان هو طويل؟ دايما يعني لا، يعني انا الحمد لله بحاول ابقى في الافضل، ما بكتفيش بحاجه. يعني ما انا لو حسيت ان ده طويل او رضيت بيه يبقى مش هعمل حاجه تاني، لكن دايما اكيد في حاجه احسن. انت قلت لي في لوحه تانية موجوده عندك صح؟ دي كده خلاص. دي حاجه سريعه بس كده عن القناه، دي بتعبر عشان... كنت لسه اسالك، دي بتعبر عن حاجه معينه انت رسمها حاليا؟ عن بمناسبه القناه الجديده. احنا ايه، فعملت دي على السريع كده
ما فكرتش ان انت اللوح بتاعتك دي تبيع منها حاجه يا دول؟ لا ما ده موجود يعني ببيع منها يعني رجال الاعمال او الفنانين وفي ناس بتحب تقتني الاعمال ده ف وفي نفس الوقت ده بيبقى يعني كويس لان الواحد يقدر يصرف على الشغل بتاعه لان الخامات دي بتبقى مكلفه طبعا. ما بتحلمش في وقت من الاوقات يبقى عندك معرض خاص بيك انت للوح بتاعتك ويتم عرضها وبيعها في المعرض؟ لا اكيد اي فنان تشكيلي بيحلم بكده وانا بحاول اجهز الشغل اللي عندي عشان اعمل معرض خاص. لسه ما عملتش معرض خاص، انا كل المعارض كانت معارض جماعيه. دي عن ثورة يناير. خدت وقت قد ايه رسم دي يا استاذ رضا؟ دي يعني مش اقل من اسبوعين، بس بداتها في 18 يوم اللي هم كانوا بتوع الثوره، فيمكن الاحساس طلع فيها قوي. يعني دي ايه فكرتها بقى؟ تكلم عن النيل وعن مصر. انت كل او معظم افكارك مرتبطه بالوطن اكتر. ما هو ده طبيعي يعني، انا والدي مصاب 73 على طول بنتكلم عن الحرب وعملت ايه وخليت ايه وضربت كذا وعملت كذا. الانسان لو ما كانش بيحب وطنه ويخاف عليه يبقى ما يستاهلش ان يقعد على الارض دي دقيقه واحده. أوقات كتير مع ظروف الحياة الصعبة ممكن تتوه الموهبة أو تكون في حاجة للاكتشاف. وده اللي حصل مع أطفال الدرب الأحمر اللي تحول مسار حياتهم من مهن داخل ورش لممارسة فنون مختلفة. مدرسة فنون الضرب الأحمر اللي أنشأتها مؤسسة المورد الثقافي ساعدت كتير من الأطفال على اكتشاف موهبتهم في فنون السيرك والإيقاع. المدرسة بدأت في 2011 واستقبلت الأطفال من سن 8 سنين ل 18 سنة. البداية في منطقة ليها ظروف وليها تقاليد، قدرتوا تتغلبوا على التقاليد دي امتى وامتى حسيتوا بانه في نجاح لمدرسة الفنون داخل الدرب الاحمر؟ عشان تقنع الناس اللي في المنطقة اصلا يجيبوا اولادهم المدرسة او التمرين، يعني ما كانش برضه مدرسة يعني، احنا والناس اللي بتشتغل معانا كلهم بينزلوا المنطقة بيدوروا على الاولاد بيعزموهم بيقولهم ده في مكان هنا حلو بيعلمكم طبلة. في ناس ما كانتش بتستلطف في الموضوع ده، في يعني كان في مضايقات بتحصل. شوية شوية ابتدوا يهتموا أكتر، ابتدوا يقولوا لا في حاجة هنا بتحصل فيجيبوهم وهكذا لغاية أول مرة. يعني أظن هو كان أهم حاجة هو الحفلة اللي اتعملت في الميدان أصلا هنا في المنطقة اللي هي عرضت فيها الحاجات اللي الأولاد اتعلموها. أنا عايز بس تقولي لي الأقسام اللي موجودة داخل المدرسة إيه؟ هي إيقاع، سيرك، والعزف، والآلات النحاسية اللي هي ساكسفون، كلارينت، ترومبون، وترومبت. طب إحنا ينفع نشوف حاجة منهم؟ طبعاً، تمام. فوق؟ تمام، اتفضل تحت، تمام. احمد علي مدرب ايقاع بالظبط. موجود في المدرسه من امتى؟ من 2009 بدانا المشروع ده. سبب قبولك لفكره التدريب داخل المدرسه؟ مبدئيا الفكره بتاعه المشروع ده هو اللي خلتني ان انا يعني حابب ان انا اشترك مع يعني في الموضوع ده، لان الفكره جديده ان هي تبقى في منطقه شعبيه
والناس الاولاد اللي بيجوا بدل ما هم في ناس ما بتعملش حاجه او في ناس بتلعب مثلا بعد المدرسه الطبيعي بتاع اي حد ان هم يلعبوا او يشتغلوا لو مع يعني اهاليهم او حاجه. فالمشروع ان هو ان هم بدل ما هم يعملوا كده ان هم يجوا يتعلموا حاجه، لان في اكيد في كل حته في الدنيا ان في موهبه، في اي حد فينا في موهبه، فالموهبه دي تطلع بدل ما هتطلع في ان هم يلعبوا في اي يعني لا شيء، ان هم يجوا يتعلموا حاجه. ايه اللي بيتعلموا بالظبط في الايقاع؟ يعني انت اول ما بيخش الطالب بتشتغل معاه على ايه؟ اول ما بيخش بشوف الاول في الاختبارات ان هو عنده الحس الايقاعي ولا لا، يعملها يعني مثلا كده، فلو عمل كده فتمام، فبصعبها برضو سنه لحد ما اشوف اخره فين. لو كده بيبقى تمام خلاص يعني بيكمل معانا، لو مش كده ما بيكملش. فتره الدراسه كافيه بالنسبه لتعلم الايقاع؟ بص احنا هنا مده الدراسه سنتين، في بعد سنتين بلاقي بيبقى في مستوى، في ناس بتبقى مستواها لا بيبقى فارق جدا، وفي ناس بتبقى يعني مع الوقت بتبقى مش مركزه في الموضوع، استيعابها اقل، فبيبقى يعني برضو بيختلف من شخص لاخر. خالد عايزك تقولي لي فتره الدراسه داخل المدرسه تقريبا قد ايه؟ سنتين في كل الاقسام، وما ينفعش يجمعوا برضو، يعني ما ينفعش يبقى طالب سيرك وايقاع برضو، عشان الدراسه بتبقى مكثفه. يعني اول ما يخلص اختصاص ممكن بعد ما يتخرج من حاجه من سيرك مثلا فيجي يلتحق بالايقاع، او يجرب اله من الالات الساكسفون ترومبت الترومبون. طيب معظم الاطفال متفرغين لده ولا في بعض الاطفال منهم عندهم عمل تاني غير التدريب ده؟ هو اصلا الهدف كان من المدرسه اصلا لما انشئت ان هي تبقى تدي الاولاد تعلمهم مهنه بديله عن المهن اللي هما بيشتغلوا فيها عاده، فالهدف كان ان احنا نعلمهم مهنه تانية هي فن وتبقى بسيطه ولطيفه ممكن هما يشتغلوا فيها من غير ما تبقى مؤذيه ليهم جسديا يعني او نفسيا يعني. على اي اساس بتختاروا الطفل يخش اي قسم؟ يعني انتوا بتحددوا من خلال ايه الأقسام اللي يخشها الأطفال المتقدمين؟ لا احنا بنفتح باب القبول لكل الأقسام وهو بيختار اللي هو عايزه، يعني هو بيجي جاي عايز اتعلم طبلة، عايز اتعلم زمارة ما بقاش عارف اسم الآلة، يعني عايز اتعلم سيرك شقلبة وعايز اعمل زي الأولاد اللي بيتشقلبوا في السيرك. فبعد كده بعد ما نسجل الرغبة بتاعته يختبر، فلو نفع يفضل في الاختصاص، لو ما نفعش نشجعه بقى لحاجة تانية. انتوا شاركتوا في مهرجانات او اقمتوا حفلات قبل كده داخل منطقة الدرب الاحمر؟ في حفلة سنويا بتحصل هنا في المنطقة في ميدان اصلان لأهالي المنطقة ولأهالي الاولاد اللي بيتخرجوا، وسافرنا الكويت شاركنا في مهرجان الاطفال والناشئة في الكويت، شاركنا في مهرجان شوارع الخلفية السنة اللي فاتت في اسكندرية، عملنا مسرح عرض مسرحي اسمه داهت ولقيناها، سافرنا في لبنان. قسم من أقسام المدرسة كان سبب رئيسي في إقبال الأطفال على التعلم واكتشاف موهبتهم السيرك. وقت التدريب اكتشفت طاقة داخل الأطفال بتستغل لإسعاد الغير وإسعاد نفسهم. التدريب او التعلم داخل المدرسه لمده سنتين ده بمقابل الاهالي بيدفعوا عليه فلوس؟ لا احنا بندفع حاجه بسيطه رمزيه كل شهر للاولاد عشان نشجعهم يجوا. شايف المدرسه زي دي من خلال ادارتك ليها والاطفال اللي بتخش قدرت تغير نمط المجتمع داخل الدرب الاحمر بالنسبه للاطفال؟ بالتاكيد، حتى لو الولد ده ما خرجش فنان او عازف او فنان سيرك، بس التجربة بحد ذاتها ان انت تعدي في مرحلة مراحل عمرك على مدرسة زي المدرسة دي، تحتك بالخبرات الموجودة، تتعرف على اشياء تانية مختلفة عن اللي انت بتعرفه وبتسمعه في حياتك، فهو ده كفيل ان يغير عندك حاجة جواك. ملك عندها 12 سنة في 5 ابتدائي، عرفت المدرسة عن طريق اختها،
اتخرجت لكنها مستمرة في الحضور لحبها للمكان والتدريب علشان ما تنساش. ازيكم يا شباب؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. مستنية دورك؟ اه. بقالك في المدرسة قد ايه؟ قلت ان لسه 4 سنين كده، 5. كملتي بعد الدراسة بقى المدرسة؟ انا متخرجة اصلا. اتخرجت؟ بنعمل مسرحيات دلوقتي وعروض. درست ايه جوه المدرسة؟ سيرك. سيرك بس؟ دلوقتي قدمت ايقاع، متخرجت من المدرسة قدمت ايقاع برضو بدرب سيرك. بتيجي في وقت الدراسة هنا ولا اجازة بس؟ لا باجي في وقت الدراسة، بس بيبقى بقى بدنا يعني وقت معين بعد بعد المدرسة. اللي انت اتعلمتيه هنا في السنتين اللي درستيهم في السيرك طبقتيه في مكان؟ اه عملت عروض كتير قوي في كوبرا وفي اماكن كتير، وفي السفير التركي وسافرت لبنان والكويت، عرضنا السيرك ده في الكويت. وانت واقفه كده وبتمثلي قدام اهل حتتك والناس والناس اللي عارفاكي كنت حاسه بايه؟ حاسه ان الناس يعني انا بتبسط الناس، الحاجه اللي انا خصصت فيها بقديها للناس، الناس بتتبسط وانا بتبسط اكتر ان هم بيتبسطوا. اهلك انت بقى ما جوش قالوا لك انت بنت وازاي تلعبي لعب سيرك وده ما ينفعش يعني؟ محدش الاول ما كانش يعني مطمنين عليا، ودلوقتي يعني لما سافرنا بره وحافظوا علينا وكده ف عرفوا خلاص ان هم مطمنين بينا كل حاجه. عايزه تعملي ايه بعد ما تتخرجي من هنا؟ نفسي ابقى لعبه سيرك كبيره. انت شايفه تقدري باللي انت اتعلمتيه ده تحققيه؟ انا قلت الكابتن قال لي ان انا وصلت لكده، انت تجتهدي وانا وصلت لكده. حسين واحد من التلاميذ اللي دخلوا المدرسة أول ما فتحت أبوابها، شايف إن مسار حياته اتغير. من نهاية كانت ممكن تكون مشابهة لأصدقائه الموجودين في ورش إلى هواية بيحاول يوصل فيها للاحتراف من خلال اللي بيلعبوا على الآلات. دفع من جواك ان انت تقدم في مدرسه الفنون؟ هو انا كنت في الشارع عندنا، كنا قاعدين في سايبر بنلعب كوره في الشارع وكده، فجي كانوا بعيدين ساعتها عن المدرسه، فجم معاهم ورق قالوا لنا في مدرسه بتعلم سيرك وايقاع وكده، كان لسه الساكسفون ما جاش والحاجات دي، فانا كنت يعني اعجبت بالصوره لان فيها حركه، فقلت يعني ممكن اعمل كده، وخاصه احنا انا واصحابي اللي قدمنا كان عندنا فكره ان احنا نحب الحركات والحاجات دي يعني، فروحنا ساعتها وقدمنا، من ساعتها بقينا في السيرك. كلمني بقى عن تقبل الاهل بالنسبه للي انت بتعمله. تقبل الاهل والحي بتاعنا بالظبط يعني كان في ردود افعال؟ اه طبعا في الاول كان الحي بتاعنا طبعا مش موجود في حاجه الحاجات دي كانش موجود فيه، لما جينا نعمل كده انا عن نفسي يعني انا بقيت عايز اعمل ده خلاص، بقيت عايز. في اصحابي كتير قدموا معايا بس سابوا المدرسه بعد كده. في الاول اول حفله عملناها كانت في الحي بتاعنا، في حي هنا اسمه جامع اصلان عندي الجامع، فعملنا فيها الحفله واحنا ماشيين كنا بنلعب ايقاع، فكان طبعا ما فيش تقبل و مش يعني ما فيش استوعاب لان ما جاش قبل كده. بعد كده مع الوقت يعني من فتره قريبه لما بداوا يشوفونا في التلفزيون ويشوفونا يعني بقينا كويسين في حته معينه فهم بداوا يقدروا ده. المدرسه دي بقت بتمثل لك ايه يا حسين؟ الله اعلم، لو ما كنتش دخلتها كنت دلوقتي هبقى بشتغل اكيد، كنت يعني هبقى مع اصحابي اللي شغال هنا شغال هنا بس، لكن يعني وفرت لي ان انا اكون في حته كويسه. حب الفن وشغفه ممكن يوصل أي إنسان لتحمل ظروف أصعب للاستمتاع بما يحب. في منطقة المرج الكل يعرف عن سلطان المطرب، لكن ولاد حتته اللي تربى بينهم عارفينه بصنعته سباك. رحلة طويلة قطعها سلطان للبحث عن فرصة الظهور للنور بصوته، لكن ظروف الحياة الصعبة خلته في سباق مستمر ما بين لقمة العيش في ورشة السباكة والمسرح اللي بيقف عليه للغناء. أنا
السباكه دي يعني من انا عندي 12 سنه، انا عندي 58 سنه دلوقتي. الورشه دي ورشه انا ساكن فيها يعني ساكن فيها وكده ساكن. امتى اكتشفت نفسك في الغنى؟ اكتشفت نفسي في الغنى مجرد ان انا كنت بسمع راديو واردد وكنت بحفظ بسرعه، لدرجه كان الواد في المدرسه في انشيد وبتاع وحاجات زي كده، برغم ان انا فشلت في المدرسه، انما كنت شطان في اصل صحابه جرد نسيته واحنا صغيرين، ولقيت بقى في مجال هو اللي شجعني على ان انا اخش في الفن وازاي ان انا اطلع. انا ما كنتش اعرف الحكايه دي في نفسي كمان. انت قلت لي من 12 سنه وانت في المهنه دي ومن 12 سنه وانت برضو داخل المجال الفني. بالظبط حضرتك، بالظبط حضرتك. ليه ما سلكتش طريق واحد من الاثنين؟ لا ما انا مش هكذب عليك برضو، لان انا اهلي فقراء فما كانوش عندهم استعداد ان هم يودوني المجال ده، لان المجال ده كان محتاج مصاريف يعني جامد قوي، ولكن العمليه كانت على قد يعني، فلازم اكفي نفسي لان دي فتحه بيتي، وكفايه عندي ان انا في اصل ثقافه دوله فرج من سنه 90، وبعدين المتعه كلها ان انت تمتع اللي بيسمع، ودي كفايه ان هم بس يعملوا سكسي، ودي عندي بالدنيا كلها ان الناس تبقى مبسوطه. اهل منطقتك عارفينك بايه؟ بالمطرب ولا الراجل المهني؟ الاثنين وانا مشهور باسم سيد السلطان. كان في ردود افعال ايجابيه؟ كان طبيعي، في طبيعي. لا وفي سلبي وفي ايجابي طبعا، يعني درجه في زبون عندي مثلا مشغل بيتهوفن، فهو مشغل قدريه اللي هي السيمفونيه الخامسه، فراح يعليه وبدا يصحصح، تعالى يا ابني انت سباك ولا انت بتجيب دي منين؟ ايه يا دكتوره انت جايب الراجل ده منين؟ قالت له ده في الموسيقى العربيه وبتاع. فالمهم رحت مسمعه بقى دوره موشح وبتاع مش عارف ايه. بتغني وتدندن كده من غير مزيكا عادي؟ ممكن تم تدندن كده معايا في مطلع كده هادي بقول فيه كان اجمل يوم يوم ما شكالي قلبي من حبك وانا خالي، كان اجمل يوم يوم ما شكالي كان ليا قلبي نسيته من ظلم الناس وجفيته، في عينيك الحلوه لقيته مرتاح وارتحت معاك، كان اجمل يوم وما شكالي. اول مره وقفت على المسرح كان امتى وكان رد فعل الناس ايه؟ لا بصراحه انا كنت مرعوب، انما لقيت استحسان في المقابله، فده اللي شجعني ان انا اشتغل. الظروف الصعبه والبحث عن لقمه العيش باستمرار ده اصعب حاجه ممكن يدفن الموهبه او يخفيها. احيانا بيحصل والله، يعني ساعات مثلا بيكون عندي شغل فني وعندي لقمه عيش وبيتي محتاج، بضطر ان انا اشوف لقمه العيش وناقص فن هنعمل ايه؟ ما مفيش. انما لما اكون العمليه مبشبشه شويه اديني بطلع افك انا كمان، هي المتعه الوحيده ان انا اقف على المسرح والناس تسقف بعد ما اخلص. ما اعرفش اغني فرح ليه بقى؟ ما بعرفش، ما اتعودتهاش. اقف على مسرح ولازم اسمع رنه العود ولازم اسمع التسليمه بتاعت الفرقه اللي ورايا، حتى لو كان عائد الفرح مجزي ان انت حتى لو فيها ايه ما اعرفش اقف فرح. شغلك في الورشه بيبدا الساعه كام اصلا؟ انا بفتح الساعه 10 الصبح، جت شغلانه بقفل المحل وبطلع اشتغل اخلص واروح جاي فاتح تاني لحد الساعه مثلا 8 بالليل 7 بالليل كده يعني. تبدا حر ساعتها بقى وتبدا رحلتك الثانيه لل بالظبط. يعني احيانا بيكون عندنا بروفات بروفات مثلا بتبدا من الساعه 6، اقفل الساعه 6 واروح البروفات. ميعاد البروفة امتى اصلا؟ يعني بيبقى يعني عندنا سبت واثنين واربعة، ده بالنسبة للبروفات بتبدا من الساعة 6 للساعة 8 9. طول الفترة دي حسيت ان انت وصلت اللي انت عايزه؟ لا انا وصلت نفسيا اللي انا عايزه، ان انا في استحسان من الناس مش اكتر من كده. يعني انا بالنسبة للفن ما بناخدش منه فلوس. اللي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك. عم سلطان بيغني مع فرقة القاهرة للموسيقى العربية من سنة 90، من كورال لمطرب. وما بين بروفات وسفر لمحافظات مختلفة لإقامة حفلات، بيتنقل عم سلطان لعالم آخر بيفضل يستقر فيه للنهاية. فكرة أوركسترا النور والأمل للمكفوفات دفعت المخرج عاطف أبو شهبة لاكتشاف مواهب جديدة من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة،
وفكرته بدأت من المسرح اللي بيعتمد على الحركة، وده بيتطلب جهد أكبر منه ومن أصحاب الموهبة. هتعملي الايه؟ باللون؟ هتعملي ايه؟ أنا عايزة اللون. إزاي هتعملي إزاي وليه؟ ألون اللون؟ هتعملي إزاي؟ ليه اخترت مسرح العرائس بالنسبة لاستخراج موهبة الأطفال؟ مش الموهبة وبس، كمان يعني هو مسرح العرائس أقرب حاجة للطفل. أنا لما فكرت إن هو الدمية تبقى هي الوسيط ما بينه وبين المجتمع، ان هم اولا يحققوا ذاتهم، المجتمع يؤمن بقدراتهم ويؤمن بيهم، ونستخرج من جواهم كل الطاقه، وفي نفس الوقت يبقى بنفتح لهم افق في الفكر. الاطفال ازاي تم اختيارهم او ازاي تقدموا للورش؟ جميل. احنا نقعد في مكان تابع للمركز القومي لثقافه الطفل، وجدت هنا تقريبا حوالي 40 طفل. عملت لهم اختبار اولي انا والدكتور علي الشامي، لان كان مهم قوي وجود طبيب نفسي عشان التجربه جديده، والطرح بتاعهم يعتبر بالنسبه لنا جديد، يعني هم ممكن يدوني ايه انا مش عارف يعني. وعملت درجتهم على عروسه بدائيه جدا كلهم الـ40، صفيت منهم الـ10 دول هم الاقدر على تجاوز فكره ان هم بقى ياخدوا اعلى، يعني نبني معاهم الفكره واحده واحده. مدى الاستجابه عند الأطفال بالنسبة لبداية التعلم؟ جبت لهم عرائس من عندي عشان يحركوه، واعتمدت على فكرة إن أنا في الأول في العرائس الأولانية ديت كنت بديها لهم يروحوا بيها في البيت عشان تفضل معاهم وتحببهم، وأشوف منهم مين اللي هو جاي وحريص على الاستكمال والاستقبال برضه. بصراحة أنا مرعوب، أنا يعني بأمانة هم بيستجيبوا بشكل غير طبيعي. في اطفال جت لورشه وبعد فتره خرجت ما قدرتش ان هي تستجيب. ده كانت ايه الاسباب؟ يعني هم مبدئيا مملين جدا، عايزين نتيجه بسرعه، وده الاحتياجات الخاصه كلهم عندهم نفس الفكره دي، لان هو في النهايه عايز يشوف الملموس، مش عايز يشوف اللي لسه الخيال. فكره الخيال دي انا اللي ببنيها جواه، حتى دلوقتي هو بيستفيد بفكره ان هو يشغل خياله. صعب ان ده يتبني يا مصطفى، عاطف ان هو صعب في خيال عند الطفل بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه. والله حتى بالنسبه للاطفال العادي، سيبك انت من الاحتياجات الخاصه، احنا في مصر ما بننميش الخيال. مفيش حاجات نسينها. فين الحته اللي ما اتلونتش؟ بصي كده، بصي فيها. تسبيح واحدة من اللي تم اختيارهم. فكرة الاندماج في المجتمع كانت الهدف عند مامتها اللي بتحضر معاها باستمرار كل أسبوع مرتين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بركة. الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. عايزة تخشي الورشة دلوقتي ولا لسه شوية؟ لا لسه بدري. لسه بدري؟ ولاد حضرتك؟ لا، هي بنتي، بنت الصغيرة. ودي زميلتها معاهم هنا في الحديقة في مركز صاحبتها. بتحضري معاها الورشة من زمان؟ بتحضروا هنا من زمان؟ طيب أنا عايز أعرف، أنت كأم بتلاحظي تغير من خلال الممارسة الفن ده على الطفل وسلوكياته ولا لا؟ طبعا بتحس اللي هو بيفرغ الطاقة اللي عنده، بيحس اللي هو يعني عدوى عامل في المجتمع زيه، أو بيحس بأهميته، بيعمل عروسة بإيديه من غير ما حد يساعده. وبعدين العيال بنتلاقيهم هدوا بقوا كويسين، وبقوا يكلموني طب الميعاد عايزين نروح كده، ولما أقول لها بتعملي إيه تقولي بمثل حدوتة عن بخيالها الجميل، في وردة جميلة وفراشة حلوة، ومش تفضل تحكي لي حكاية جميلة جدا جدا. فعلا هم لو يعني لو القائمين على الفن المصري حطوا الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة كبرنامج، وكل سنة يطلع لهم فيديوهات زي تمثيليات، أفلام من دراما، حاجات من دي، فعلا هتغير نزلة المجتمع من ناحية. من ناحية تانية هتحسن من نفسيتهم، وهتخليهم يعني هتخليهم لحد ما طبيعيين. انت شايفه انه مفيش فيه اندماج داخل المجتمع بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه؟ هو في تعاطف مع بعض فئات المجتمع، ده ما نقدرش ننكره، انما باقي المجتمع حتى داخل الاسره بتاعتك، يعني الجد والجده واللي بعد
في ناس بتتعاون معاك وفي ناس دماغنا وجعانة مش عارفة، مع ان ده يعني هم مفروض العطف عليهم بيقدم حالتهم وبيخليهم كويسين. نماذج كتير قدرت تأكد بإرادتها القوية إن الفن والموهبة ما يقدرش يمنعهم عجز أو فقر. تابعونا على صفحتنا على فيسبوك وتويتر، واشتركوا في قناتنا على يوتيوب الثري بالس شو. إلى اللقاء وحلقة جديدة من نبض الشارع.